السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم هاني أم يحيى. كما تلاحظوا اليوم خرجتكم معايا اليوم الفيديو اللي وعدتكم به بعد عيد الأضحى. طبعا هذا هو الفيديو، فيديو زوين بزاف، متأكدة غادي ينال إعجابكم. روتين اللي صراحة بزاف ديال النساء استغنوا عليه، اللي هو تصبين ديال الهيدورة، اللي هو واحد المورود تقليدي في طريق الزوال. حنا ان شاء الله ما غاديش نستغنوا على هاد العادة التقليدية، وغادي نصبنوا الهيدورة في واحد المكان اللي هو رائع مختلف تماما. بدلنا الجو على المنزل، كانت فكرة ديال الاب ديالي اننا نمشي ونصبنوا الهيدورة في الواد. فكرة زوينة بزاف اللي نالت إعجابي، وقررت أنني نمشي معهم ونصور على فلا. هنا مشينا أنا والأم ديالي ووليداتي والأب ديالي. طبعا هنا يا كما تلاحظوا وصلنا للواد، الوالدة ديالي صنعت الخيط لواحد سطل بحال الشكل ديال كنا شحال هادي في البئر كيجبدوا الماء بهذه الطريقة. هادي استعملتها في الواد حيت كان واحد السور عالي تما، يعني هاد الطريقة زوينة بزاف عجبتني وبغيت نصورها معكم. كتحاول تاخد الماء باش ديرو في البانيو باش تبدا تصبن الهيدورة. كذلك الاب ديالي تا هو غادي يعاونها، مسكين ساعدها بزاف بزاف، هو في الواد الداخل وهي كتصبن في البانيو الفوق. يعني الصراحة تعاونوا بجوج، واحد الجو اللي عجبني بزاف بزاف. واحد هاد تصبين الهيدورة او البطانة كما تنقولوا باللهجة المغربية ديالنا، كانت عادة تقليدية قديمة عند النساء، ما كانوش كيستغناو عليها. انا عقلة من كنت صغيرة ضروري الهيدورة كتصبن في نهار العيد، ضروري ضروري. للأسف دابا أغلبية النساء ولاو تيرميو هاد الهيدورة أو لا تيعطيوها لشي حد، ولكن كاينين الحادقات اللي تيبغيو يستعملوها في المنزل ديالهم. والصراحة كاين فرق كبير ما بين إنسان يستعمل هاد الهيدورة في الفراش، فرق كبير ما بين الهيدورة وما بين هيدورة الصوف أصلا صحية على هاد البونجات اللي ولاو. الصراحة الهيدورة كنفضلها بزاف بزاف، كلك يستعملها سجادة، كلك يستعملها الفراش ديال النوم، وكل واحد شنو تيستعملها. يعني الصراحة هي مهمة بزاف وعندها واحد النظرة في المنزل مختلفة وزوينة بزاف، ماشي بحال الناس اللي كيستغناو عليها. بصراحة انا فضلت ندير هذا الفيديو باش علاش لا نحيي هاد العادة التقليدية، وعلاش لا ما نشجعش النساء انهم يرجعوا لهاد العادة هذه. هنا الوالد ديالي راه كيشللها مزيان في الماء، كيشلوها في البدايه بالماء مزيان، من بعد كيديروا لها تيد، ممكن تستعملوا حتى جافيل مع تيد علاش لا، ماشي مشكل، باش تخرج لكم بيضه وداك الشوائب تيزولوا ديال الهيدوره. عرفتوا مشاهديني الجو غزال غزال هاد العشية، هذا تاني يوم العيد اللي جينا نصبنو فيه هاد الهيدورة هنايا. كان الجو غزال صراحة واستمتعت بزاف بزاف، في نفس الوقت المنظر كان زوين، وحدا الوالدين اللي هما ما كيتعوضوش صراحة، الوالدين ما كانتهم خاصة، وكنت محظوظة أنني رافقتهم في هاد العشية هادي. هاد الفيديو هذا غادي نخصه فقط للتصبين ديال الهيدورة مع هاد الجو هذا الزوين الغزال، ومع صوت المياه اللي رائع صراحه. كنموت على شي حاجه سميتها الطبيعه بكل صراحه، كتستهويني هاد المياه وزرقه السماء والهواء، صراحه الطبيعه ما كاينش بحالها. قلت لكم هذا الفيديو غادي نخليه خاص فقط للتصبين ديال الهيدورة، وطريقة باش كي غادي نشوفوها الوالدين ديالي غادي تشوفوها،
وغادي نخليكم الفيديو واحد اخر اللي هو الجزء الثاني باش نصايبوا الهيدوره وتضحك وتمشط، وغادي تشوفوا الطريقه باش كترجع غزاله. هذوك غنديروا في الجزء الثاني ان شاء الله، اما هذا الجزء هذا غنخليه خاص للتصبين ديال الهيدوره. هاد الواد متواجد حدا مؤسسه فخر الدين الرازي، انتما تشوفوها قدامكم تعرفوها الناس ديال فاس، مؤسسه ابتدائيه. يا ريت الناس الفاسيين بصراحه يهتموا بهاد الواد هذا اكثر، ينظفوه، علاش لا؟ صراحه كانوا فيه في الجوانب ديالو كانوا بعض الازبال اللي صراحه الامر اللي ضايقني، حيت واد زوين بحال هكا ما معتنينش بالمساحه اللي حداه، ما موفرينش مساحه خضراء، يعني كو كان يهتموا به اكثر وعلاش لا يولي مكان مستحب للناس يجلسوا فيه ويقضيوا وقت زوين صراحه حدا صوت المياه. حباده لو ان الناس الفاسيين يهتموا به. وفي هاد الاثناء متابعيني من الزهر ديالنا غادي يجي واحد جوج رجال خدامين في دار الطباغه في مدينه فاس، وغادي يسولوا الوالده ديالي واش كتصايبي الهيدوره، تقول لهم اه، وغادي يعطونا نصائح رائعه. تابعوا معايا وسمعوا مزيان شنو غادي يقولوا خدامين في دار الطباغه في مدينه فاس. كيلو تشدها؟ اه الحبه ماشي غير الحبه، لا ديري لا طحينه ولا الشبه واياش والملحيات شحال قلتي كيلو في الوحده؟ وكما لاحظتوا معايا هاد جوج رجال صراحه عطاونا نصائح زوينين بزاف وجاو في وقتهم، ما كناش متوقعينهم بصراحه. يعني قالوا الوالده ديالي ان كل هيدوره تستعمل فيها كيلو ديال الشبه وشويه ديال الملحه. الوالده ديالي شحال هذه كانت كدير الشبه وكدير الطحين اللي هو الدقيق الابيض والملحه، دابا قال ليها الطحين ما ديريهش نهائيا، هو اللي كان هو اللي كيبقى يبس داك الهيدوره، كيخلي داك الجلد ديالها قاصح بزاف وما كيخليش ارطب. يعني من الافضل دير غير الشبه ودير الملحه. هادو هما النصائح ديالهم ان شاء الله غادي نستعملوهم في الجزء الثاني اللي وعدتكم به ديال الهيدوره. تبعوا معايا. وهنا جلسنا من اجل الاستراحه، او بالاحرى الوالدين ديالي استرحوا حيت انا كنقومي بالتصوير فقط. جبنا واحد القرعه ديال المناضه علاش لا نبردوا بها شويه، والوالده ها هي كتقول لكم مبروك عيدكم وصافي، وغادي ان شاء الله دابا غادي نشوفوا الهيدوره الوالده والوالد وصافي وغادي نمشيو فحالنا.
وهذه هي الطريقة المعروفة التقليدية القديمة اللي كانوا كيستعملوا باش كينشفوا الهيدورة. هالطريقة هذه كتخليها تنشف بسرعة وكتخفف حتى تقل تزينة خفيفة في الطريق. هذه هي الطريقة اللي كانوا كيديروا ناس زمان. بصراحة أنا فخورة بالوالدين ديالي حيت كيحافظوا على التقاليد وعلى العادات القديمة، وهذه حاجة كتفرحني بزاف بزاف. وللمعلومة، كان الناس اللي متبغوش يبقاو محتفظين على هذا اللون الأصلي ديال الهيدورة ممكن تقوموا بصباغتهم كيتصبغوا بأي لون بغيتوا. هالطريقة كاينة ممكنة. ودابا صافي، من بعد ما سالوا الهيدورات كاملين صافي غادي نشدوا الطريق باش نرجعوا للمنزل ديالنا. الجو ولا غزال غزال غزال. انا من عشاق كما قلت لكم لون السماء الزرقاء وغروب الشمس. هذه الوقيته ديال اذان صلاه المغرب. صافي هي هذيك، غنمشيو للمنزل ديالنا دابا. انتظروني ان شاء الله في الفيديو الثاني اللي هو الجزء الثاني ديال هذا الفيديو باش نكمل معكم الطريقه ديال التوجد ديال الهيدوره، وتشوفوا لقطات المراحل الاخيره باش غادي نساليوها ان شاء الله مع هذا المنظر الجميل المنظر الرائع من مدينه فاس. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.